أعزائي الرياضيين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي على قناة ميديا تي في، برنامج الماتش. إذن باحت البطولة الوطنية الاحترافية بسرها الكبير من خلال تتويج فريق الوداد بلقب البطولة بعد موسم شاق ومضني. الوداد اللي سيطر على منافسة البطولة تقريبا منذ البداية ونجح في بلوغ الهدف المنشود بفضل تضافر الجهود ديال كل فعالية الفريق، لاعبين، أطر تقنية، مسيرين وجمهور، بعد صيام عن تتويج بلقب البطولة منذ 5 مواسم. أعلن الوداد إذن القطيعة مع التواضع وعاد للمكان ديالو الطبيعي ألا وهو التنافس على كل ألقاب بداية بالبطولة الاحترافية. في حصة اليوم من برنامج الماتش نرجعوا معكم باش نلموا بكل حيثيات هاد التتويج وهاد اللقب، شنو هو يعني وشنو هي الاسرار الكامنه وراء هاد التحول الجذري اللي عرفوا فريق الوداد هاد الموسم، كيف نفسر نجاح الوداد يعني من بعد التغييرات العميقه اللي شهدها سواء على مستوى المكتب المسير او الاداره التقنيه او التركيبه البشريه كذلك، وشنو هي العناصر الاساسيه اللي ساهمت في هاد الانجاز، في هاد الاطار يعني اللي قام به كل واحد باش استطاع الفريق انه يقبض على لقب البطولة، انطال الانتظار ديالو، ثم شنو هي المشاريع المستقبلية باش يتألق الفريق من جديد على الصعيد القاري. معنا اليوم في هذه الحصة ديال برنامج الماتش اللي قمنا بتسجيلها هذا الأسبوع لأن فريق الوداد البيضاوي والفعاليات ديالو عندهم احتفالية اليوم مع المباراة اللي كتجمعوا بفريق أولمبيك خريبكا. معنا محمد طلال عضو المكتب المسير لفريق الوداد ورئيس لجنة الإعلام، مرحبا بك سي محمد. مرحبا، شكرا على الاستضافة وتحية للمشاهدين الكرام. معنا كذلك الزميلين فؤاد الحناوي وبدر الدين الإدريسي واللي نحاولوا يعني نقربكم في هذه الحصة مشاهدينا الكرام من هذا اللقب والحيتيات والأسباب وشنو خلى الوداد أنه يفوز هذا الموسم ويرجع يعني يتوج بلقب البطولة. أول يعني سؤال، واش هذا كاين هذا البوليميك على واش 18 واش 13؟ سي محمد طلال، كنت اتمنى باش ما نخوضش في هذا الحديث هذا لان اعتبره ان حديث لا زعما بين قوسين عقيم، الا انه الا بغينا ندوزوا الالقاب 18 اللي ربحها الوداد واللي توج بها، الاغلى فيها هو الخمسه ديال إبان فترة الحماية. نعم. لأنها كانت في ظروف يعلمها الجميع، في ظروف وكان يحمل السلاح على رؤوس الناس اللي كانوا أبطال ديك الساعة واللي دافعوا على قميص الوداد. إذن حنا نتشبت بالخمسة ديال اللي قبل الاستقلال أكثر ما نتشبت ب 13 اللي بعد الاستقلال. نعم. واللي شكك في هذا التاريخ هذا فإنه يشكك بطبيعة الحال في تاريخ والمغرب ووطنية المقاومين ومقاومة المستعمر. يعني ربما أي مرة كيفوز فريق الوداد كيرجع هذا النقاش الطويل. محمد طلال، أنا كان أتساءل شخصيا على السبب والظرفية ديال طرح مثل هذه التساؤلات، وهي الظرفيه راه اي موسم كيدي فيه فريق الوداد لقب كترجع ربما جرى الحال الوقت اننا نطويو هذه الصفحه بشكل نهائي. نعم. ربما اتخاذ قرار في هذا الشان محمد طلال. نعم. تماما، شكرا لك سي فؤاد. الان احنا اخر بطوله اللي ربحات الوداد كانت في 2010، عاود
تناقشوا الناس في هذا الشيء هذا الوغ كو دوبوي 2010 من 2010 لدابا في حين كانت الوداد تعيش مشاكل جمه وما كتخفاش عليكم دائما كانت المنابر الاعلاميه تشير على ان زعيم الانديه المغربيه هو فريق الوداد ب 17 بطوله وحتى واحد لم يحرك ساكنا لم يحركوا ساكنا الا الان وننظر اذا في لهدف في نفسهم وحنا نتشبث ببطولتنا وحنا الان الفيفا راه اقرت بان الوداد له 18 بطوله الجامعه ايضا كذلك كنشكروا الزميل مقروف على الشجاعه ديالو اللي خرج يوم امس أو قبل أسبوع خرج وكيقول بأن الوداد لها 18 لقب في بطولة الدوري المحلي حتى الجامعة بطبيعة الحال في شخص مقروف وكذلك في البوابة الإلكترونية ديالها توضح وهذه مسؤولية الجامعة لأن توضح لأن هذا تاريخ ماشي غير تاريخ الوداد هذا تاريخ كرة القدم في المغرب بدر الدين شنو أنت يعني رأيك في هذا السجال دائما حول يعني البالماريس ديال فريق الوداد أنا بحسب ما أتذكر أن هذا الجدل يعني قام قبل نحو 10 سنوات لما كان وفي كل مرة كان يفوز فيها نادي الوداد البيضاوي على اعتبار أن من كان يتوج في فترة الحماية وتوج في السنوات الأخيرة هو نادي الوداد البيضاوي من توج بعد نادي الوداد لنادي الجيش الملكي تم احداثه بعد يعني في مرحله الاستقلال نادي الرجاء البيضاوي ولو انه تم تاسيسه قبل فتره الاستقلال انه لم يفز باي لقب من القاب البطوله في وقت ذاك وايضا نادي المغرب التطواني اللي كان حديث العهد بالفوز بالقاب البطوله فاذا من الطبيعي جدا ان هذا النقاش وهذا الجدل يسخن ويتفاعل ويملا المدارات ديال النقاش عندما تفوز به الوداد البيضاوي وانا كنعتقد على انه الأمر أحالنا إلى شيء أكثر من منه مناوشات كلامية هو أننا نعيد النظر في كتابة تاريخ صحيح. كرة القدم الوطنية لأن يعني خص التاريخ هذه مسألة نعم. يعني مسألة طيب. خص قبل ما يوقع هذا الجدال نعم. خص تكون هذه البديهيات وهذه مسؤولية كذلك بدر الدين مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إذا ما اعتبرت على أن بداية التاريخ للبطولة الوطنية يبدأ مع نشأتها غادي يكون الامر طبيعي اننا غادي نبداو من 56 لان الجامعه انشئت سنه 56 ولكن في فتره الحمايه كانت هناك بطوله وطنيه وكان هناك ابطال مغاربه يشاركون في دوري شمال افريقيا ومن الانديه من فاز بشمال افريقيا وبينهم نادي الوداد البيضاوي فاذا اعتقد من الطبيعي جدا اننا نتحدث عن صيروره تاريخيه ونحترم هذه الصيروره بكل طقوسها وبكل حمولاتها التاريخيه والرياضيه والاجتماعيه لانه بحال اللي قال سي طلال الوداد ولا غيرها من الانديه اليسام وغيرها من الانديه الوطنيه المغرب المرجعيه اللي كثير منها الان محلي غايه الاسف كانوا كيحملوا هذا الهم، اولا اجراء مباريات رياضيه، ثانيا انهم كانوا يمثلون درعا للوطن يحتمي به من اجل ان ينادي بالاستقلال وان يناضل من اجل الاستقلال ومن اجل ان يخرس اصوات المدافع والرشاشات التي كان يتكلم بها المستعمر، فاذا من الطبيعي جدا اننا اليوم كان من الضروري ندعو حد لهذا السجال وهذا النقاش واعتقد على ان الجامعه كانت شجاعه في حسم هذه المواقف عندما خرجت من الموقع الالكتروني وقالت على انه هذا هو اللقب 18 للوداد وبالتالي الاتحاد الدولي لكره القدم لا يعمل الا بما تقول به الاتحادات الاهليه وبطبيعه الحال كنظن يجب ان تطوات الصفحه الوداد له 18 لقب على راسنا ويجب ان يقبل بهذه العمليه الجميع. فؤاد نعم ربما اللي نقدروا نضيفوا انه يجب ربما هذا يكون الموسم الحاسم لانه كنا في ظل المشكل كان في ظل غياب ربما موقع الكتروني ديال الجامعه الملكيه المغربيه السنوات الماضيه لانه الان مع التطور التكنولوجي هو اللي جعلنا نوقفوا امام هذه الاشكاليه وان البعض ربما اراد احداثها في السنوات الاخيره كما ذكرت سي طلال انه كنا ربما كنرجعوا الان كما شفت في حلقتك على صوت يعني محمد مقروف ان الجامعه ديال اليوم يعني ما قررتش بان الوداد عندها 18 لقب بل غير اكدت ما تم يعني القرار تم اتخاذه قبل عام 2010 نعم اخر عام اللي فاز فيه نعم الان واش كنذكروا ربما في الان ملي كيكون موقع الكتروني والجامعه الملكيه المغربيه ربما الان مدعوه انها تقوم بعمل اكبر لانه احنا الان في حاجه اننا نوثقوا كل النتائج اللي تم تحقيقها بالنسبه للفرق المغربيه حتى في هذه الفتره ديال قبل الاستعمار
الان هناك موقع الكتروني، هناك مسائل اللي غتكون مرجعيه قانونيه اللي لا يمكن صحيح. الطعن فيها زعما يعني من قريب او من بعيد. يعني كتبان القضيه غريبه يعني في بلد كالمغرب يكون يعني كاينه هاد الظلاميه وهاد الشكوك حول يعني البالماريس ديال البطوله المغربيه ولا ديال احد اعرق الفرق المغربيه كالوداد كالرجاء كالجيش الملكي كالمغرب فاس. هذه البديهيه زعما التاريخ واضح خصو يكون انه ربما والان فؤاد اذا هذا الموضوع عن 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 ترقوه. واتمنى صادقا لو فزنا في السنه المقبله باللقب 19 ما يعاودش يخوض في هذه الحادثه. لا وكان ربما تقات بعض الاصوات تتعالى انا سؤالي يعني حتى وانت المسؤول على لجنه التواصل والاعلام في فريق الوداد، حتى يعني الخروج بهذا يعني هذا التيشيرت مباشره بعد المباراه يعني والفوز باللقب حتى هو داخل في اطار هذا لابوليميك تماما. ولا ربما هذا مش وهذا مشهد يعني طبيعي يعني نشوفوه في بطولات الاوروبيه ويعني ربما خصنا نمشيو في هذا السياق ديال اننا نحتفلوا بالطريقه اللي كتحتفل بها باقي الفرق انها توضع الرقم ديال عدد البطولات يعني كما برشلونه او ريال مدريد او بايرن ميونخ مثلا كيف في كل يوم احتفالي ديال البطوله كيوضعوا عدد الالقاب في يعني في القميص ديال اليوم الاحتفال. ونقطه اخرى لو سمحتي لي جلال، انه لا يمكن ان نتوقف عند مجرد الاعتراف للوداد بان عنده 18 لقب، يجب ان نعترف على ان كانت هناك كبطولة مغربية تنظم بطريقة منطقية بمشاركة أندية تمثل مختلف مدن المملكة، وبالتالي يجب أن ننكب في المستقبل القريب، وهذه دعوة لكل الذين يملكون أو يمكن أن نقول على أنهم شهود عصر على أننا نعيد كتابة تاريخ البطولة الوطنية في فترة الحماية، على اعتبار أننا اليوم عندما نتصفح الكتب اللي متواجدة المراجع التي متواجدة كنوجدوا على أن المادة المتعلقة بطولة المغرب في فترة ما بعد الاستقلال أغنى بكثير من بطولة المغرب ما قبل الاستقلال، فبالتالي يجب أن نجتهد على الأقل. مثلا أنا لا قلت لي تشكيلات ديال الوداد اللي فازوا 5 مرات ببطولة المغرب قبل فترة الحماية ما غنقدش نعطيها لك، في حين غنعطيك تشكيلات اللي فاز بلقب البطولة 13 سنة في فترة الاستقلال. ولكن ربما هذا يكون الدور أيضا ديال فريق الوداد البيضاوي، يعني ومعنى يعني ربما المسؤول الإعلامي أن الوداد خصها تعمل في هذا الإطار تدوين يعني على تاريخ الفريق تمشي في هذا السياق ديال كما ذكر بالضبط تكشف لنا على. وانا كنتكلم هنا على المغرب لانه مرحله كانت فيها بطوله المغرب قائمه الذات، لو كنا ارخناها بالطريقه المنطقيه والموضوعيه ما كناش ندخلوا لهذا الجدل، فهي دعوه ماشي تقتصر على الوداد بل نحن نحتاج الى كتابه هذا الجزء الذي يبدو للبعض وكاننا كنا نقيم بطوله ترفيهيه ما عندهاش طابع تنافسي محض وتتوج بطل الدين. احنا في حاجه لكتابه تاريخ الرياضه المغربيه على العموم ماشي غير البطوله، ويتصور لبعض الناس للاسف الرياضه كلها يتصور للناس لبعض الناس للاسف الشديد بان المغرب ما بدا التاريخ ديالو الا من سنه 1956 الان. لا ابدا، فالمغرب راه بلد قائم بذاته منذ سنه 1200 اظن ذلك. طيب دونك المغرب راه اكثر من 12 قرن. المشاريع ديال المكتب المسير الحالي هو اولا تشييد ان شاء الله غتكون زعما كاين الموين تيرم وكاين لون تيرم المدى البعيد، تشييد واحد المتحف يليق بتاريخ الوداد. طبيعي ولو ان تغيبوا عنا بزاف ديال الكؤوس وانتم تعرفون القصه الكؤوس وبزاف ديال التي تم اتلافها بطريقه او باخرى. فوالا غادي نديروا مجسدات صحيح اللي تحمل اسم مثلا كاس محمد الخامس راه هو هذا ربحناه في سنه كذا، وكانت تشكيله اللي الناس اللي ساهموا في الفوز وبالتتويج بهذا الكاس وهما هاد الناس تشكيله كذا نقربوا الناس. ومن بين الامور بغض النظر على المتحف هو الكتاب اللي غيساعدنا فيه، بحال ملي كنقول نتكلموا على التاريخ نتكلموا على رجالات مثل الحاج ضاهم بكر ضاهم عنده ما يقول ذاكره الوداد ذاكره الوداد تماما. وحنا نتشرف بان عندنا مثل هذاك السيد حكيم ورجل ذاكره ايضا ودائما نستنجد به ملي كنوحلوا في المنابر الاعلاميه. كتحدث على المتحف، حنا كنعرفوا دابا غير الفرق الاوروبيه شنو كتجني من المتاحف ديالها، الفرق الكبرى كبرشلونه كريال مدريد غير الزيارات اللي كيقوموا بها الناس المتاحف يعني مؤخرا مشيت الالقاب نعم يعني ربما غادي تكون فرصه بالنسبه للفريق عارق كفريق الوداد انه يبدا في هذه الخطوه، متحف اللي فيه الكؤوس اللي حرز عليها الفريق اللي فيه يعني
كل يعني ما يخص ذكريات النادي والالقاب اللي حرز عليها تماماً. وتكون نعم. مرآة بطبيعه الحال لتطور الفريق في هذه السنوات هذه. اذا فؤاد قبل ما نستمروا في النقاشات ديالنا نخليكم مع هذا التقرير حول يعني مسار فريق الوداد نحو هذا اللقب الثامن عشر. لك الحق أن تطلق العنان لفرحتك يا جمهور الوداد، لك الحق أن تنشد أناشيدك وأن تؤلف أخرى. فالموج الأحمر اجتاح البطولة الاحترافية وحقق لقبا طال انتظاره لم يؤسس ذهاليز الفريق منذ 4 سنوات. بالأمس القريب هجرت المدرجات فهجرت الألقاب والتتويجات، عدت هذا الموسم فعادت البسمة للجماهير المتيمة بعشقك. هذه الجماهير التي لم تبخل على الفريق بالتشجيع ورافقته أينما حل، جماهير تكبدت عناء التنقل هناك بأجدير بعاصمة سوس، لم تبخل بالتشجيعات والفريق يضع آخر لبنة في صرح هذا اللقب الجديد 18 في البطولة الاحترافية. ثلاثية مالك إيفونا كانت مسك الختام، كانت آخر جوهرة رسعت درع البطولة والذي عانى من أجله الفريق على امتداد موسم شاق ومرهق. الوداد أعلن القطيعة مع التواضع واحتلال مراكز وسط الترتيب التي لا تليق بماضيه وسمعته وقاعدته الشعبية الواسعة، ورفع تحدي معانقة الألقاب فتحقق له ما حلم به وما خطط له منذ نهاية الموسم الماضي. مكتب مسير جديد بفكر جديد ومخطط واضح المعالم أعاد قطار الوداد للسكة الصحيح. أول الغيث قطرة، والقطرة الأولى كانت التعاقد مع مدرب بمواصفات عالمية جون بنيامين توشاك الويلزي الذي راكم تجربة دولية وازنة بإشرافه على فرق عتيدة أبرزها ريال مدريد الإسباني حتى الرحال في المغرب في تجربة جديدة في القارة الإفريقية بعد ممارسته بالقارتين الأوروبية والأسيوية. ثاني قطرة كانت سلسلة من التعاقدات الرامية لترميم ما يمكن ترميمه، فحلق الفريق بظهيرين جديدين النصير والكردي وتنفس برئتين لا تكل لا تمل تحمل اسم النقاش والسعيدي، ثم سلم مفاتيح الهجوم لكتيبته الإفريقية بالثلاثي أونداما كوني وخصوصا إيفونا. توشاك بخبرته الواسعة لم يتردد في الاستغناء عن عناصر رشحت للعب الأدوار الأولى، كشفني أغلى صفقة في تاريخ البطولة الاحترافية ووضع ثقته الكاملة في عناصر شابة واعدة ردت له الجميل وكانت عند حسن الظن كأصباح الهجهوج والقرتي. هي إذن توليفة بين عنفوان الشباب وخبرة العناصر القديمة، تجربة دهاء مدرب متمرس وتفاني وعشق جمهور عبر بالوداد نحو التتويج. لقد تحدى الوداد شراسة المطاردة بين فرق عديدة ظلت تنافسه حتى آخر رمق من عمر البطولة، تحدى لعنة الإصابات التي حرمته من عناصر أساسية في مراحل حرجة من الموسم الكروي، وتحدى نقصا في عدد من المراكز الهامة في الفريق. تحديات عديدة تجاوزتها القلعة الحمراء لترفع أول درع لها في عهد البطولة الاحترافية في موسم استثنائي كرت التلاحم الغير مشروط بين الوداد وجمهوره الذي لم ولن يتوقف عن الصدح بأناشيده هناك في مدرجات فريميجا حيث الموج الأحمر للوداد. إذا محمد طلال كنا بدينا هذه الحصة بسؤال، أما هو يعني شنو هي الأسرار الكامنة وراء هذا التحول يعني الجذري بالنسبة للوداد البيضاوي، مشاكل كثيرة الموسم الأخير وظهور يعني بوجه مخالف وبلقب 18 في البطولة المغربية. السر هو ما نكذبش عليك هو بزاف ديال الاشتغال نعم وبزاف ديال الجد في الاشتغال نعم وقليل من الكلام.
هذا هو السر. اون بريف، منذ تولي المكتب المسير الحالي اللي جا السي سعيد الناصري، وكتعرفوا الظروف اللي جا فيها منذ توليه رئاسه الفريق بمعيه اعضاء المكتب المسير، وجد هذا المكتب وجد نفسه بين مطرقه وسندان. نعم. المطرقه هو اصلاح ما افسده الدهر. نعم. الظهر بين قوسين هو السنوات القليله الماضيه. نعم. وسندان ان يساير مطالب جمهور الوداد، لان المطالب ديال جماهير الوداد كتعرف جمهور الوداد. صحيح. ما كاينلاش نزيد نفسر لك، جمهور الوداد ما يمكنش ليه. نعم. ما يلعبش على اللقب، ما يمكنش ليه تقول له انت راه غادي نوجد لك فريق دابا خمس سنين، من دابا لخمس سنين غادي ما نعم. ما غاديش يامن بهذا الشيء هذا. دونك حنا كنا بين نارين كما يقال. هو اولا انك دخلتي على فرقه ديفيسيتير ب بمئات الملايين، إن ما قلنا اعداد الملايير. نعم. وفي نفس الوقت تساير كيف ما قلنا المطالب ديال الجمهور الوداد، وكان ذلك بان تعاقد فريق الوداد بمدرب حتى هو جاب واحد الاستراتيجيه جديده. نهار للوداد تعاقدت مع مدرب طوشك، اعطت الاشاره الاولى. صحيح. بانها ستلعب على اللقب، ولو اننا ما عمر. نعم. مكتب سي سعيد الناصري ولا مكتب. نعم. المسير فريق الوداد ما عمره خرج بوعد. نعم. صريح للجمهور. كنا دائما كنقولوا نحن نريد ان نعيد او نساهم في اعاده ذاك البريق اللي مشى من فريق الوداد. سي طلال. نعم. ربما التعاقد مع احيانا مع مدرب كبير لا يعني يعني انك غادي تمشي تحرز لقب. لا، يعني ولكن كتكون اشاره يعني كما قال، يعني كتكون هناك اشاره ان الفريق طمر. اشاره والاستراتيجيه حتى هو ديالو كانت واضحه. اولا كانت الى عقلتي تعاقدات كانت على المقاس عكس سنوات سابقه في الوداد. البعض منها البعض من التعاقدات وخصوصا التعاقد مع اللاعب مثلا الشافعي اللي حطم يعني رقم قياسي في القيمه ديال التعاقد في البطوله المغربيه كانت فاشله 100%. ما كاينش شي وصول كيدوز بلا ما يكونوا اخطاء، لان الفو افوي في حقيقه. نعم. ما كاينش اي نجاح لابد ما كيدوز عبر مراحل، وفي تلك المراحل ممكن ان تكون بعض المراحل فاشله، او بعض الصفقات اللي هضرنا على كره القدم انها كانت فاشله. الا انها لم تعكر صفو الجو العام ديال فريق الوداد، لشي لاعب اللي خرج على الاطار العام ولا الشافني راه الى اجل قريب بقى كيتريني مع الفريق الاول، ولو انه ما دخلش في المفكره ديال المدرب، ولقى معاه السيد الرئيس والمكتب المسير واحد الحل بانه يمكن له يغادر الفريق، ولكن بقى بطلب منه. نعم. بقى كيتدرب مع الفريق الاول. نعم. وإلا تكلمنا على طوشاك كان تكلموا على الاستراتيجيه انه اعتمد على مدرسه الوداد، هذه اللي غابت. هذه هي النقطه اللي بغينا نرجعوا لها معك، يعني جانا رئيس لجنه الاعلام تريني مزيان. مدرب طبعا مزيان خطاب لغه. لا هذه جلال. نعم. جلال اعتقد هذه وحده من القواسم المشتركه او عنصر من عناصر النجاح لما كيكون مكتب مسير يتكلم لغه واحده. نعم. لغه واحده منطقها او مضمونها هو اننا جينا باش نبنيو فريق الوداد وفقا لرؤيه. صحيح انه لما الامر يتعلق بوداد ينافس على الالقاب ما كيكونش مسموح لك انك تدخل حق التجارب. فبالتالي عمليه الاعتماد على مدرب خبير اختصرت بعض السنوات على الوداد، والتعاقد مع طوشاك هو عنصر من عناصر هذه الاستراتيجيه التي تكلم عليها السي طلال. صحيح ان كثير من العمل كثير من الصبر وقليل من الكلام هي وصفة من الوصفات، ولكن كنعتقد وراء أيضا نجاح الوداد هناك رؤية، وهذه الرؤية تم تنزيلها بطريقة معقلنة وبطريقة منطقية. ربما كان أحد أضلاعها هو مدرب اللي تاق بالكفاءات اللي موجودة داخل الوداد. لو كان هناك مدرب آخر ربما لا راهنا على أسماء أخرى. ونقطة أخرى إيجابية كذلك ربما في فريق الوداد هذا الموسم الصبر على المدرب طوشك، لأن ما ننسوش البداية كانت شوية صعبة، كان خروج من كأس العرش أمام المغرب الفاسي، وعارفين مثلا يعني الفريق ديال الرجاء البيضاوي بعد الخروج من كأس العرش خلى على عبد الحق بن شيخة. ونبغي نذكر الإخوان والمشاهدين الكرام بأن فريق الوداد من جاء طوشاك. نعم. لما اعتمد على مدرسة الفريق كان الهم الوحيد
ديال المكتب المسير هو انه يكون اكبر عدد من اللاعبين اللي غيعتمد عليهم يكون من 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 فريق الامل. والجميل ولكن هذا اسمح لي قطعتك سي طلال، هذا راه الهدف ديال اي فريق في العالم، اي فريق في العالم يبغي ان الفريق ديالو الاول يكون مكون من اللاعبين ديال المدرسه، ولكن بعض المرات ما كيكونش ممكن. في الوداد هذا الموسم ولات ممكنه، لا ربما لان كانت هناك سياسه ديال المدرب وكذلك فؤاد هاد اللاعبين انهم منتوج متميز خارج من المدرسه اللي عملت بالشكل، لان راه هذا الحلم اي واحد يقول لك انا خويا ما بغيت نجيب حتى شي لعاب، انا اللعابه ديالي خصهم يكونوا من المدرسه، ولكن واش ممكن؟ ربما النجاح ديال توشاك انه هو نجح في خلق واحد التوليفه يعني بين عناصر اللي ذات التجربه، اللي ما نساوش ان الفريق مثلا عز الصفوف ديالو يعني مثلا على صعيد الاظهره بنصير اللي راكم تجربه كبيره على مستوى سواء فريق خصوصا فريق المغرب الفاسي، لعب مع المنتخب الوطني للامال، لعب مع المنتخب الوطني الكبار ايضا، وليد الكردي ايضا، ياسين الكردي كان مع فريق الجيش الملكي مع النادي القنيطري، بالنسبه لوسط الميدان السعيدي والنقاش لاعبين، النقاش اللي لاعب يعني كانت هادو لاعبين اللي دخلوا في التركيبه البشريه، ثم اصبح كان كيدخل بعض اللقاءات الكرتي الهجهوج، يعني كانت واحد مزيج بين لا 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 بين لي زانغريديون باش عطاو يعني عطاو ديك الفريق نقدروا نقولوا التركيبه البشريه المثاليه اللي ربما خاض بها نصف الثاني كامل من البطوله. واللي نبغي نشير ليه عاود هو التحدي الكبير اللي كان عند المكتب المسير منذ مجيء هاد اعضاء المكتب والسيد الرئيس، هو ارجاع كيفيه ارجاع الجماهير للمدرجات. كتعرفوا بان هذه عامين الوداد كتجري اللقاءات ديالها في الصغيره، وكانت حاله استثنائيه في الدوري الوطني اللي كتجي تفرج في الوداد اللي كيتفرجوا فيه 30 على الاقل 30 الف متفرج، وكتلقى المدرجات خاويه. اول تحدي اللي خدينا احنا كمكتب مسير ومن بين وسميناها احنا اول لقب غنحصلوا عليه هو كيفيه ارجاع نرجعوا ليه ديك الثقه في الوداد، لان واحد الوقت هذه الثقه تفقدات. انا كنت كودادي ماشي مسؤول هذيك الساعه، تفقدات لي الثقه في الوداد، ما بقيتش النهار اللي غتكون لاعب الوداد كان عندي بحال العرس انا، فاذا بك وليت كتفضل انك تمشي تقضي شي حاجه او لا ما تتابعش مباراه ديال فريق الوداد اللي الفريق المفضل ديالك. طيب دونك العوده ديال الجمهور باردون للمدرجات كان عنده دور كبير، وكيف ما لاحظتوا كان هو الحافز، شكل واحد الحافز كبير للاعبين وللمكتب المسير على العطاء، وبصم على واحد المسار جيد في هذا الموسم. وانا شخصيا كنت من الناس اللي دائما اتفاجأ اينما حللنا في الحسيمه في اي مدينه من مدن المملكه كنوجدوا ان الناس كتنقل بالالاف وعشرات الالاف واخرها 40,000 في اكادير. سي طلال تحيه لملوك المدرجات. لا سي طلال انا متفق معك، ولكن جرت العاده ان نقول على ان الجمهور هو شريك في صناعه النجاح. تمام. انا كنقول بان جمهور الوداد كان هو لو كارون ديال النجاح، يعني الضامن، او كان هو الراعي الاساسي لهذا الحلم، لانه بناه معكم من اول مباراه يخوضها فريق الوداد تواجد جمهور الوداد. هذا دليل على انه هذا الجمهور جاء ليكون صانعا للقب وليس محتفلا باللقب، وهنا فين كيكون الفرق، بمعنى انه انا كنعتقد مع جمهور الوداد وبعد ذلك ستاتي على الجماهير الاخرى، خرجنا من اطار الجمهور الاحتفالي الذي يحتفل بالنتائج ويخاصم الفريق في أزمة النتائج إلى جمهور صانع لهذه النتائج، وهذا هو العنصر الإيجابي اللي يمكن نتكلم عليه اليوم. اللي تكلمنا على وداد تفوز باللقب 18 بفضل لاعبين مخضرمين داروا توليفة جيدة، بفضل مدرب يقيد وجيد وقارئ جيد للمباريات، بفضل أيضا مكتب مسير شاف الاستراتيجية ديالو. أيضا يجب أن نتحدث عن جمهور انطلق مع الفريق من لحظة الميلاد ديال الحلم إلى غيره. السؤال اللي تطرح، نتكلم عن المدرب توشاك وما انجزه على الملعب، وايضا اللاعبين، وايضا
الجمهور، ولكن المكتب المسير كانت له ايضا عمل في العمق اللي ما تيظهرش للناس كاملين. فاذا الاستراتيجيه ديال المكتب المسير اللي انت ربما واحد من العناصر الجديده عليه مع السي الناصري، ربما كان هناك تخطيط للفوز باللقب، ولكن كنعتقد كاين هناك استراتيجيه اكبر واعمق هي تحويل فريق الوداد الى مقاوله رياضيه، الى فريق يدمن الفوز بالالقاب، ما غيفوزش باللقب بعد كيتوارى. فاذا وفين وصلتوا في استراتيجيه بناء فريق وداد ينافس دائما على الالقاب وما يحدثلوش ما حدث له في الاربع سنوات الاخيره؟ بالفعل سي بدر الدين، الان الى الجماهير باقا كتحتفل وباقا كتذبح الاكباش فرحا راه مسكين غيكون في عون هذا اللي غيتزاد عنده ولد ولا وليد. راه الوداد غلات، صرحنا سي طلال قال لك راه الحولي غيجي غالي هذا العام، والجمهور الودادي اللي غلاه جمهور الوداد. دونك شنو كنا كنقول بالنسبه على الاستراتيجيه اللي وضعها المكتب يعني الى الجمهور، الى الجمهور دابا مازال باردون الى الجمهور مازال فرحان ويحتفل ويزيد في احتفاله، حنا كمسؤولين طوينا هذه الصفحه. نعم، والان كنشوفوا الغد، والان حنا ننكبوا رفقه الطاقم التقني بيان سور على دراسة ما ينتظر الوداد من مستحقات استحقاقات ديال السنة المقبلة. عندنا عصبة الأبطال الإفريقية، عندنا كأس العرش، عندنا منافسة بشراسة وأسطر عليها بشراسة على البطولة 19 بإذن الله، وغيكون عندنا منافسة أخرين يمكن في إطار سوبر كوب ولا ما أو لا سميتو. المهم الوداد الآن بصدد وضع واحد استراتيجية جديدة بعدما نجحنا في الموسم الأول ديال المكتب المسير في أننا وصلنا والحمد لله إلى اللقب 18. لن يكون هذا كما قلت في بعض التصريحات بأنه غير القطرة التي تسبق الغيث، هي قطرة واحدة، هذا غير مجرد لقب ديال البطولة. الجماهير متعطشة لأن كيف ما قلنا هذه خمس سنين داك الشيء اللي مرات منه، في حين أن بعض الفرق كانت كتعرف تألقات وكتعرف ازدهارات. جمهور الوداد متعطش، ودابا من دابا كيرسلوا لنا رسائل مشفره ورسائل واضحه للعيان باننا يجب ان نهديهم مزيدا من الالقاب، ونحن على الطريق السائر صحيح سائرون، ونتمنى من الله التوفيق. نتمنى ذلك لفريق الوداد ولكل الفرق الوطنية. نستمر في النقاش مع السي محمد طلال عضو المكتب المسير للوداد وكذلك رئيس لجنة الإعلام في الشوط الثاني ديال برنامج الماتش، خليكم معنا. مرحبا بكم اذا مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني ديال برنامج الماتش واللي كنخصوه لفريق الوداد. حلقه نذكركم اننا قمنا بتسجيلها في غضون هذا الاسبوع لان كل فعاليات فريق الوداد يعني موجوده بمدينه الدار البيضاء للاحتفال بهذا اللقب 18 للفريق الاحمر. قبل ما نستمروا في النقاشات ديالنا مع ضيفنا اليوم محمد طلال عضو المكتب المسير لفريق الوداد البيضاوي، نخليكم مع بعض ردود الفعل ديال الجماهير الودادية. انا جيت من لوس انجلوس 15 ساعه في الطياره باش نتواجدوا في هذا الماتش. احنا كنبغوا نعبروا على الفرحه ديالنا في هذا الموسم باش دينا هذا اللقب اللي جا بعد واحد المجهود اللي هو جبار، المجهود ديال المكتب المسير وديال الرئيس وديال اعضاء المكتب وخصوصا الجمهور. فاحنا فرحانين بهذا اللقب رقم 18 والعقوبه ل 20 ان شاء الله. ما نشكروش الجمهور على التضحيه ديالو هذه السنه كامله لرفق الوداد البيضاوي من اول دوره لاخر دوره، ومبروك الوداد ومبروك النجمه الثانيه ان شاء الله اللي قريبه. وكنتمنى ان الله سبحانه وتعالى البطوله تدخل علينا بالرباح، ونتمنوا ان شاء الله نلعبوا على تشامبيونز ليغ ونديوا ان شاء الله نوصلوا للفينال وديما وداد. اذا انتظارات كبيره بالنسبه يعني لجماهير فريق الوداد. صحيح فرحانه بهذا اللقب 18 لكن سقف الطموح راهو عالي جدا، العوده للفوز بلقب يعني دوري ابطال افريقيا. بالفعل وهذا شيء عادي لان الوداد في الجينات ديالها، نعم، وفي التكوين ديال الوداد وفي التاسيس ديال الوداد وجد الوداد من اجل الالقاب ومن اجل حصد الالقاب. وحنا جينا باش نرجعوا البريق ديال فريق الوداد، رجعنا منه الاول قطره كما قلنا في الدوري الوطني، ونتمنى نرجعوا قطرات اخرى
واشعاعات اخرى على المستوى الافريقي. سي طالب ربما البدايه يعني كنت تقول الموسم صعب يعني ربما طريق محفوف بالمخاطر باستثناء اتذكر يعني باستثناء سي سعد الناصري اللي كان في المكتب السابق بالاضافه للنائب ديالو الحالي، يعني كل عناصر ديال المكتب المسير عناصر جديده جيتوا بطموحات ربما بافكار اخرى، ولكن في الداخل ديالكم واش كنتوا كتحسوا ان الفريق قادر على انه يضرب يعني في اول سنه؟ ربما كانت هذه سنه للاستئناس سواء بالنسبه لكم سواء بالنسبه للاعبين الجدد سواء بالنسبه للمدرب، لكنكم يعني بوغ كما يقولوا الفرنسيه بوغ ان كو دو ديبي سو في ان كو دو ماتر. احنا صدقني سي فؤاد في الاجتماعات ديالنا كنتي كتلمس بان كاين هناك شيئا ما في العينين ديال سي سعيد الناصري. نعم. كرئيس بانه ما عمره ما قالها، كيقول لك حنا كنبنيو فريق وبغينا نردوا الفريق للسكه ديالو الصحيحه، ولكن كتحس بان هذيك كاين واحد الاراده قويه بان الوداد يجب ان يتوج في اول سنه من وحتى الحظ ديالو راه كيلعب دور الحظ في كره القدم. وهذا هو تساؤل اخر سي طارق، انتم وجهتوا من اجل لقب باش توضعوا حد القطيع او تعنوا القطيع من نتائج سلبيه، ام انه هناك مخطط كما كشفنا الصراحة ديال الجمهور كيقول لك حنا دابا يعني نهار فازوا بالبطوله بدا كيقول لك اسيدي خصنا الشامبيونز ليغ، اذا واش عندكم واحد المخطط شمولي ديال الفريق خصو يمشي للشامبيونز ليغ خصو يمشي لكاس العالم الانديه، يعني يكون يعني فريق على المدى البعيد يعني بطبيعه الحال. انا ابتدات الكلام ديالي بهذه القضيه هذه، كاين استراتيجيه ما كاينش استراتيجيه على ديال الموسم ونبداو في الانهيار، عينا من الانهيارات. الان حنا جينا باش نحملوا رايه الوداد وباش كيف ما قلت نردوا البريق ديال اسم الوداد، هذيك ليماج دو مارك ديال الوداد اللي تقاست شيئا ما واللي زعما ما بقاتش هذيك الوداد اللي كنا كنعرفوا صافي لونطون قبل هذه السنين. دونك حنا جينا باستراتيجيه واستراتيجيه لحظه خصام تم التعبير عنها بطريقه وداديه صرفه ما كنعتقدش على الانسان يستوجب ان يقف عند كثير، بالعكس يتعلم منها دروس لانه كانت عباره على رسائل فيها نوع من الرسائل الحضاريه، عوض التشويش عوض الشغب، الجمهور قطع المدرجات واعتقد على انه يوجه رساله تانيب الى نادي الوداد البيضاوي اللي ربما استقبلوا الناس اللي غيجيو يسيروا الوداد استقبلوا هذه الرسائل بطريقه معقلانيه يعني جات في وقت غير مناسب يعني لان اهدرت الفريق في وقت استثنائي اللي كانت فيه كاس العالم الانديه في المغرب لمده موسمين، وكان غير مقبول ان الفريق الوداد ما يشاركش مثلا ولكن ما كانش فؤاد المنافسه بالرغم ذلك ما كانش فؤاد شي ضمانات كتعطى بانه فريق الوداد في ظل ديك المناخات كان ممكن ان يتوج بلقب البطوله. الحبل ديال الخصام او حبل الويد طال ما بين في واحد الوقت غير مناسب فوالا او طال يعني ربما مده سنتين او ثلاث سنوات ربما المده طويله. المشاكل ماشي انت اللي كتختارها، المشاكل كتكون كتكون انت مسير فيها ماشي مخير. المهم ما بغيناش احنا كنشوفوا بعين تفاؤليه، نحن ندرس اليوم والغد. الغد بالنسبه لنا هو المستقبل، المستقبل بالنسبه لنا هو هذا اللي تكلموا عليه هاد الناس، هذه جماهير الوداد تتكلم على المستقبل. كتقول لك الان فرحنا وذبحنا ونشطنا واللي زغرد واللي غنا، ولكن بغيناكم طويوا هذه الصفحه هذه، مع العلم انني انا ديجا صرحت وقلت حنا طوينا الصفحه ونحن نتدارس ونجتمع تقريبا يومين في الاسبوع. نعم. من اجل تدارس كيفيه المحافظه على اللقب ديال الدوري ديال الموسم المقبل، وكذلك المنافسه بشراسه على عصبه الابطال الافريقيه، لان الوداد اخر فريق اللي لعب فينال ديال الشامبيونز ليغ هو فريق الوداد. حنا بغينا هذا العام نلعبوه ونديوه باذن الله، يعني باش تديو هذا يعني اللقب ديال بطل افريقيا وباش فريق الوداد يحافظ على اللقب ديال البطوله المغربيه لابد من الحديث الان على يعني التشكيله ديال الفريق وعلى يعني اللاعبين. هناك الكثير، هناك العديد من القيل والقال حول يعني من سيغادرون الوداد، بعض العروض اللي كاينه صحيحه واللي ما صحيحاش لبعض نجوم الفريق. هل تفكرون يعني ربما السؤال ماشي ليك ولكن لفريق الوداد ولعائله الوداد يعني في يعني تقويه الفريق الموسم القادم؟ بالفعل، الا انني انا لست مؤهلا للخوض في مسائل تقنيه. ستكون هناك بطبيعه الحال لائحه ديال المغادرين، وكيف ما كتعرفوا هذا لا يخفى على احد بان الوداد تعاقد مع لاعبين من البطوله الوطنيه بما فيهم اناجم ديال الخنيطره
ولاعبين اخرين وزهير العروبي. غادي نقول لك اللي غادي ناكد لك انا هو ان الوداد يريد ان يعتمد على مدرسته. نعم. لان دائما التاريخ اثبت بان انجازات الوداد وبطولات الوداد وكؤوس الوداد صنعها ابناؤه، ابناء الفريق اللي كيطلعوا من المدرسه. هذا لا يعني اننا يمكن ان نتخلى عن اللاعب الجاهز اللي كيجي جاهز، اللاعب اللي متمرس، اللاعب اللي مجرب، الا اننا ملي كيكون الفريق كيتبنى ب 50% مثلا ولا غير 40% من المدرسه فانك تمشي في الطريق الصحيح. وهذا هو اللي احنا اللي كان شنو هي فهاد السياق، شنو هي الاستراتيجيه ديال الفريق الان اللي شاف يعني بدا كيجني ثمار هذا العمل ديال مدرسه الفريق والثقه اللي عطاها المدرب جون بنيامين توشاك؟ وهنا خصنا نقولوا يعني الحقيقه فيما يخص الشجاعه ديال المدرب اللي كتغيب على العديد من المدربين المغاربه. الشجاعه والرؤيه الثاقبه. نعم، لان باش تعطي الثقه ربما كما قلت قبل اللحظات ان الربح الكبير صحيح هذا اللقب، ولكن الربح الكبير وهو هاد اللاعبين اربعه خمسه لاعبين اللي يمكن يدرب بهم 10 سنين فريق الوداد في المستقبل. هذه القيمه باش كتجيب مدرب تاريخه وراء ظهره. نعم. بمعنى انه ما تيبقاش يفكر عاد يحقق النجاح، هو مدمن النجاح. تمام. وبالتالي ان الذي يدمن النجاح كيلغي حاجز الخوف، وبالتالي انه ينفتح على الكفاءات. عنده اللاعب الجاهز هو اللاعب اللي كيشوفه في الحصص التدريبيه. صحيح. يقوم بكل الادوار وعنده واحد الحماس غير المدربين اللي كيبغيو يبنيو مجدهم. نعم. وبالتالي كيمشيو اللاعبين جاهزين من اجله. ما كيخافش من مثقله النتائج يعني هذاك هي اللي كتخاف منه. من المسائل اللي دار بنيامين توشاك، نعطيك الكلمه سي محمد، انه خلق كذلك واحد الجو ديال المنافسه كبيره ما بين اللاعبين. ما عندوش ديك الأونستيب كيخرجوا من العمل والمتبرة ديال الاسبوع. انا غنعطيك مثال دونك بالنسبه لتسالتي على الاستراتيجيه من بعد ما نجح الوداد. نعم. الى حد ما في الاستراتيجيه ديالو، في السياسه ديالو ديال الاعتماد على ابناء المدرسه. الاستراتيجيه الاولى او من بين النقط ديال اللي جات بهم الاستراتيجيه هو تمديد عقود اللاعبين الشبان. نعم. اللاعبين اللي كيلعبوا في الامل، سبعه ولا ثمانيه اللاعبين تم تمديد عقودهم. مع عمر الوداد كان كيخمم في هذه القضيه هذه في السابق. الان تم تمديد العقود، اذن لضمان وكذلك يعني لضمان بقائهم، ونؤمن بان مستقبل الوداد في شبانه. نعم. وبالنسبه للمثال نعطيك انا مثال اللي كان كنشهد عليه وكنحضر لي سيونس دونترينمون ماشي كلهم. توشاك مره كيستدعي اربعه الى خمسه لاعبين. نعم. من غير هذوك اللي ديجا تونجاجو معاه في ليكيب ا كي ياخذهم عند موساندو. نعم. بالمناسبه كنشكروا على العمل والسي لويسي تا هو على العمل الكبير اللي كيقوموا به، كي ياخذهم باش يستانسوا كيتدربوا. نعم. مع ليكيب ا. دونك هذاك اللاعب اللي تكلمنا عليه منذ قليل انا والاخوان، هذاك اللاعب او اللاعبين ملي كيبداو يترينوا مع ليكيب ا ويشوف هذاك الهجوج والمترجي. نعم. والقاسمي والعطوشي اللي كانوا معاه البارح. نعم. في الجينيور ولا. نعم. في فريق. نعم. الامل كيلعبوا، كيفاش كيتعامل معاهم مدرب بقيمه طوشاك اللي مدرب اللي كان عنده الفضل انه خرج. نعم. غاريت بيل. صحيح. للوجود، كيفاش غيمكن له الاحد المقبل. نعم. كيفاش يمكن له يلعب مع فريق الامل. نعم. غيزرع فيه نفسيا. صحيح. غيزرع فيه واحد يعطيه ثقه كبيره. تماما. نعم. واحد الشحنه اللي غيتالق فيها واللي غيكون الرابح الاكبر هو الفريق الاول. وهذا علاش جرني السي طلال لهذا الشيء كله للحديث على هذا المحور. جميل جدا ان نتكلم او ان نقول على ان الوداد تعودت على ان تبني امجادها على اكتاف ابنائها، شيء جميل جدا، من دون ان نستثني كثير من الاسماء التي جاءت. نعم. الى الوداد وقدمت الالقاب. صحيح. والبطولات للوداد، يعني بعض الاسماء واصبحت وداديه ربما اكثر من الوداديه انفسهم. نعم. باش نكونوا امناء. ولكن عندما نعترف على ان اليوم لنا خزان داخل الوداد يمكن يلجأ له أي مدرب باش يعزز الفريق الأول، هذا ربما كيذهب إلى السؤال حول الاستراتيجية ديال المكتب المسير في تعزيز هذه الثقة المتواجدة على العمل على مستوى القاعدة أو على مستوى الفئات الصغرى. واش مثلا المكتب ديال السي سعيد الناصري اللي أنت أحد أعضائه يفكر في مقاربة جديدة، في أسلوب جديد مثلا لي اعطاء هذه مدرسه كره القدم بمختلف فئاتها، وحتى ان نصل الى مركز تكوين ديال نادي الوداد انه يعطي واحد الاسلوب جديد، اسلوب حداثي ليزيد من مزيد من ضخ الدماء الجديده في الفريق الاول. بالفعل ملي كتعاقد مع مدرب في اسم ديال موساندو وكتشوف العمل الكبير اللي كيقوم به،
والوقت الكبير اللي كيقضيه مع اللاعبين حتى خارج الملعب، فانك يمكن ان تثق في 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 شبان الفريق. ماشي كنتكلموا على فريق الامل بوحده وليكادي والمينيم، هناك الان انا قلت بان الاستراتيجيه اللي تبناها والسياسه اللي تبناها المكتب المسير، ملي كنقول الاعتماد راه كنختزل فيها بزاف الاعتماد على ابناء المدرسه. ابناء المدرسه راه ما يمكنش غير في فريق الامل، راه كيبدا من البيبي من المدرسه، نعم، من الفئات الصغرى، وهو غادي الى بغيتي توصل باش توصل له ويوصل لك جاهز الاج دو 16 ans، راه خصك ترافقو الاج دو 8 ans. ربما سي طلال شي جاي جميل، يعني ان الاعتماد على المدرسه ديال فريق الوداد، هاد اللاعبين استاذ العناصر منهم كيشاركوا مع المنتخب الاولمبي مع سي حسن بن عبيشال، بعض منهم يعني كسب مكانه ديالو كلاعب اساسي في التركيبه البشريه المثاليه. صحيح بالنسبه انه نحيي حسن، النقطه بغيت نرجع عليها لان كان نقص كثير فؤاد على العطوشي مثلا وعلى بعض اللاعبين ديال الوداد، وكان يعاب عليه. نعم كان كيقولوا علاش كيعيط لهاد اللاعبين ديال الوداد لانه هو من الوداد او ما بانوا هاد اللعاب. ولكن انا غير انا بغيت نمشي مع بغيت نمشي مع سي طلال حول يعني واحد التظاهره اللي هي ولات الان ضروريه بالنسبه لكره القدم المغربيه اللي هي دوري ابطال افريقيا. كما ذكرنا الجمهور كيطالب دابا بهذا اللقب القاري اللي ما فاش به الوداد منذ العام 92. فانتم واش كتظنوا ان هاد اللاعبين الشباب قادرين على انهم يمشيوا في المنافسه القاريه اللي غتبدا الموسم القادم، ام ان الفريق مدعو انه يعزز الصفوف ديالو بلاعبين ذوي حنكه ذوي تجربه؟ لان كنشوفوا هاد الصعوبه ديال اللي ولات كتشهدها هاد المنافسه، والمنافسه الشرسه، وحتى ولينا كنلقاو صعوبه حتى باش نوصلوا غير النظام المجموعات في وقت اللي الوداد العام اللي كانت شاركت فيه في المباراه النهائيه منذ 4 سنوات كنا عندنا الرجاء والوداد في نظام المجموعات. إلا تكلمنا على هاد اللاعبين الشبان راه أبانوا على أنهم لاعبين من المستوى العالي، إلا أن في الوداد هناك لاعبين مجربين اللي كيطعمون سميتو. إلا تكلمنا عن النقاش ويوسف رابح والعمراني والكردي المنصير وسعيدي صلاح الدين، بالإضافة إلى فابريس إيفونا وكوني، نعم. هادو راه لاعبين راه لا اظنهم انهم، ولو ان ملي كنتكلموا على هادو راه المويناج راه هو 24 و 23، نعم. الناس اللي عندهم الوليدات اللي عندهم 17 و 18 يستانسون بهذا سميتو. مع العلم انني كنقول لك لابد من اللاعب المتمرس من المنافسه في اطار العصبه الافريقيه في انه يزيد يطعم الفريق. حنا ما كرهناش، ولكن يعني يرجع يعود ذلك الى عيون. عندكم عيون على ربما لاعبين اللي يقدروا يجيو بهذه الخبره ديال الكاس القاريه، يعني باش نمشيو فيها الى ابعد مرحله ممكنه. اللي يقدر يجاوبك على هذا الشيء هو السيد الشرك. انا قلت لكم رئيس لجنه الاعلام تريني مزيان يحترم الاختصاصات. نعم يحترم الاختصاصات. يمكن نتكلموا على واحد النقطه، لانه قال السي طلال على انه لما جا المكتب كان عنده واحد الاكراه ديال المديونيه ثقيله جدا، تمام. ويعني لما كتجي كتورط واحد المديونيه وبعد ذلك انت تباشر العمل بكل الانفاقات اللي كنعرفوا هي انفاقات قويه جدا، يمكن نتسالوا على الاستراتيجيه التي يتبعها المكتب المسير في تحقيق واحد النسبه عاليه ديال الايرادات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وباش الفريق يواجه التحديات اللي هي غتكون مستقبلا وعلى افضلها تحدي القاري ممتنا في كاس عصبه الابطال الافريقيه. اذا شنو هي الاستراتيجيه التي يطبقها المكتب المسير للوداد في الرفع من قيمه الايرادات؟ وانا عارف جدا على انه السي سعيد الناصري اجتهد في هذه السنه في ايجاد كثير من المحتضنين والداعمين لفريق الوداد اللي ما غنسميوهمش، ولكن على الاقل غادي يدخلوا واحد السيوله ماليه كبيره. اذا واش توفق الفريق في تهيئ هاد السيوله الماليه والرفع من الايرادات ديال النادي؟ سي بدر الدين، الجميل في هذا المكتب المسير هو اننا نعمل في اطار لجان كل واختصاصه، مثلا ان في لجنه الاعلام هناك لجنه الماركتينغ، كيف يمكن تسويق صوره الوداد على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي. الان الوداد مؤخرا وفي المباراه اللي جمعت الوداد مباراه اولمبيك اسفي، تم تمديد عقد مع شنو نسميوه سبونسور اوفيسيال ديال الوداد، المستشار الرسمي، تم تمديد عقد لسنوات اضافيه اخرى. وهناك المزيد من الماركات التي سيحملها قميص الوداد، لان كما لا يخفى على احد بان
الموارد الماليه هو سر نجاح اي نشاط من الانشطه. نهضروا على حتى ماشي رياضي، حتى اقتصادي وسياسي، راه الا ما عندكش ما تدخلش انتخابات الا ما عندكش مورد مالي. دونك الا نتكلموا على كره القدم اكثر من ذلك، والان في بخصوص كره القدم في المغرب واللي تبنت السياسه ديال الاحتراف، فانك توقع عقودا بملايين بالملايين مع اللاعبين. وهذا غادي يجرنا واحد السؤال، قلتي لاعبين يجرنا واحد السؤال. الجمهور الودادي متخوف من ماذا؟ من انه هذا اللقب اللي اعطى اللمعان والاشعاع لواحد المجموعه من اللاعبين، من بينهم مالك ايفونا اليوم اللي هو صداره الهدافين للبطوله الوطنيه، اصبح مطمح الكثير من الانديه الاوروبيه. يعني واش فريق الوداد له القدره على الحفاظ على الثوابت البشريه اللي نجح بها على الاقل، عاد يضيف لها لاعبين اخرين، ام انه الى هاد اللاعبين جاتهم قيم ماليه مغريه جدا ما غيقدش يقاومها؟ لان لاعب يمكن يجيب لك جوج ديال المليون ديال الاورو، ثلاثه المليون اورو، لا اعتقد على ان نادي الوداد غادي يصمد امام هاد الارقام. تماما. الى خدينا كنموذج اللاعب ايفونا، احنا الاراده ديالنا هو الاحتفاظ بهذا اللاعب اللي توجنا رفقة لاعبين اخرين باقدامه جاء التتويج 3-0 ديال الحسنيه، بالرغم ان هناك وتوج ايضا هو كهداف للدوري لحد الدوره 29 باقي ما كملتش. شوفوا السياسه، لان البرنامج مسجل باقي المباراه دخري بقى. تماما. دونك بالنسبه للاعب ايفونا، كيف ما قال السيد الرئيس مؤخرا في احدى خرجاته الاعلاميه القليله، واستطرعتني على القليله مشكورا، وهذه القليله فيها نظر، هذه القليله فيها نظر، القليله والهادفه كتعني بها، والهادفه ايضا قليله وهادفه، احسن من اي شيء اخر. هو الانسان ديك الحكمه الجيده راه كتجي حتى من السكوت ومن الحكمه. دونك ايفونا الى ما نقدروش نسايروا حنا لي زوفر اللي غادي يجيوه مثلا، واللي يمكن يكونوا جاوه ماشي اللي غايجيو. لو تتحدث انا نقول جاوه ونقول غادي يزيدوا مازال يجيو، دونك الى غادي يجيو هاد لي زوفر كثار وبمبالغ خياليه، واش الوداد تقدر تسير هذاك؟ غيكون من ضرب من الجنون. لان الوداد وجميع الفرق الوطنيه كاين واحد الفورميل اللي ما يمكنش لك تجاوزو. حنا انا قلت لك الاراده ديالنا هو ان نحافظوا على المجموعه كامله، لان ما ينتظرنا اصعب، والجمهور ديالنا تري 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 اكزيجون، ما كيطالبش بالشيء القليل، كيطلب في الشق المالي. سي طلال كنتوا تحدثتوا انكم لقيتوا يعني واحد الديون خياليه بالنسبه للفريق يعني مع المجيء ديالكم، ولكن سمعنا بان ربما من بين عناصر نجاح ديال فريق الوداد هذا الموسم انه كان هناك انضباط على مستوى دفع مستحقات اللاعبين، سواء تعلق الامر بالرواتب، سواء تعلق الامر بالمكافآت الماليه، وسمعنا حتى بعض الاحيان ان المكافآت كانت تصرف للاعبين في مستودع الملابس من بعد المباريات. بغينا غير زعما باش نتاكدوا من هذا من هذا الشان، او لا ربما هذا يكون يعني. كيفاش اول سؤال، كيفاش دبرتوا الامر المالي انكم يعني بالرغم من الديون انكم يعني تصرفوا للاعبين المستحقات ديالهم والرواتب وتوضعونا في الصوره؟ واش هذا العامل هذا يكون شكل عامل اساسي في تحفيز اللاعبين وانهم مشاو من مباراه لمباراه من انتصار لاخر؟ كان هناك عمل جاد ديال المكتب المسير وخاصه السي سعيد الناصري اللي تاقوا فيه مستشهرين وتاقوا فيه الناس بان المشروع ديالو لم ياتي حاملا اوراق، لان الاوراق كتمشي مع الرياح. امنوا بواحد المشروع اللي جابوه هو وطرحوا على الناس المقربين ليه. كتعرف بان كره القدم هي علاقات، راه الا ما تاقش فيك المستشهر واخا تكون النتائج كيما بغات تكون خصو يثق فيك. تاقوا فينا الناس واستطعنا اننا نخلصوا جزء من الديون ونكونوا دائما اجور مع اللاعبين ديالنا، حيت ما يمكنش لك تطالب باللاعب بمجهود بدل مجهود كبير وهو ما مخلصش. كذلك المستخدم اللي كتجيبه مثلا باش يخدم شي حاجه وانت ما مخلصوش، ما يمكنش. الو نرجع للقضيه ديال الفيستيار، مستودع الملابس، احنا كمكتب مسير ولا السيد الرئيس ما يمكنش له يمنع محب ديال فريق الوداد انه يجي المركب حاملا في يده كيسا من 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 الاوراق النقديه وباغي يدير بريم استثنائيه
والناس عيطوا لنا عيطنا مؤخرا لواحد السيد ما بغاش يدير الاحاله هو انت كتجاوب على واحد الاحاله ما قصدهاش فؤاد. لا قال المسود ان الرواتب والمنح تسدد في وقتها واحيانا في المستوى لا حيت كان هذا انا عارف بان كان تداول كان بالنسبه لنا مكتب مسير نعمل وفق المسائل اللي متعارف عليها. شنو المسائل اللي متعارف عليها؟ وقتا من ذلك المنح تحول مباشره لحساب اللاعبين. اكزاكتمون ما فيش تحول ذاك الانضباط يعني ذاك ان الرواتب في الوقت ديالها والمكافات في الوقت ديالها يعني غيكون شكل حافز بالنسبه عامل مؤثر نقدر نقولوا من العوامل المؤثره. هو العامل رقم واحد. نعم ملي غتجي عند لا حيت بارفوا الفلوس ماشي هما كل شيء ملي كتجيب كتعطي اون بريم بارفوا راه كيكون سيف ذو حد. نعم ملي كت مثلا كتقول له راه غادي تربح لي هذا الماتش غنعطيك مثلا قيمه ماليه نقولوا حنا 20000 درهم هو مالف كياخذ 10000 راه الماتش الاخر يقدر يدخل لك مرخي غيقول راه درت انا 20000 درهم زيد ادور ماشي دائما كتنجح هذه القضيه الا ان حنا اللي لمسنا في الفريق هذا الموسم هناك تضافر الجهود هناك تعطش حتى على بالنسبه للاعبين. نقول لك انا في اخر مباراه امام الحسنيه وهذه واخا وصاني العمراني باش ما نقولهاش انا غادي نقولها جمع اللاعبين وبكى الناس اللي كانوا متواجدين بما فيهم سي علاء الدين الرحالي دكتور الوداد اللي جا الوداد ولا ودادي بدون حدود بلا حدود سد عليهم الفيستير وعطى واحد الكلمه واحد الخطاب قبل مباراه الحسنيه كيقول لهم حنا اليوم غادي ندخلوا غنلعبوا 90 دقيقه شحال من لاعب اللي داز في فريق الوداد وما تحتش ليه هذه الفرصه انه يتوج في هاد 90 دقيقه فاما نكونوا رجال اليوم وتوجوا وغيبقى معك هذا التيتر هذا غيبقى معك طول حياتك. نعم. تقولوا لاولادك يا اما المهم كانت مؤثره جدا. نعم. وبكوا الناس وحفزات اللاعبين وانتم شاهدتم جميعا كيف تالق فريق الوداد وتحيه للاعبين جميعا. يعني محمد طلال واش كاينين بين المشاريع ديال فريق الوداد في اطار هذه الاحتفاليه هضرتي لنا على الحواله دابا مقطوعين في مدينه الدار البيضاء هل هناك مثلا مباراه كتخموا فيها تهديوها لجماهير الوداد مع فريق كبير حنا عارفين مثلا هناك مباريات لفرق اسبانيه تمت برمجتها مع الحسنيه ديال اكادير واشبيليه وكذلك الكوكب مع فالنسيا الا بغينا نخوضوا في هذا الحديث الوداد من الفرق الاولى في المغرب اللي لعبات العالميه لا ولكن دابا حنا بلا ما ندخلوا في هذا الحديث لان مغريد وبرشلونه لان وقس على ذلك انا قلت هذا السي طلال المتريني السي طلال الشيطان لان كل كلام كيعني به بعض العفويه بكل العفويه الابداعات تكتب في صحيفه المرحوم عبد الرزاق مكوار اللي اول من اخرج الوداد الى العالميه وخلينا نرجعوا اليوم نرجعوا اليوم وها في اطار احتفاليات فريق الوداد اللي يعني كما قال فؤاد وذكر ربما يعني هرب عليه قطار العالميه لما جات ديك قطار العالميه للمغرب واش يعني كتفكروا لان الان فريق الوداد بالتركيبه البشريه بمقومات كلها تسمح له انه يطمح يعني يكون عنده لقاء استعراضي مع اكبر الفرق العالميه كاين مباريات وكاين مفاجات الا انه نبغي نشير واسمح لي ما كاينش لانه سيكون تشريفا لديك الفريق اللي غيجي يلعب في الوداد غيكون تشريف لهم لان لاعب مع فريق وداد الامه نعم دونك حنا كاين واحد البرنامج كاين فرق لاوروبيه اللي غتجي غتلعب مع الوداد وما توفيقنا الا بالله بيان سور الا وفقنا الله فيها راه غادي تكون حنا كاين الطموح ديالنا كيفوت الاحلام نعم لان فريق الوداد كيستاهل منا اننا كلنا نضحيو من اجله ومكتب مسير وجمهور الوداد ملوك المدرجات وجميع الفعاليات الوداديه ان نلتحموا وراء السيد سعيد الناصري ونرجعوا الوداد الهيبه ديالو. طيب يمكن لي نقرا واحد الشيء هو ان تكلمتي على تلاحم جميع المكونات، يعني كل المكونات عبرت بطريقه او باخرى على تلاحمها. انتم كمكتب مسير كيف كنتم تنظرون الى تلاحم اللاعبين؟ اللي هما العنصر الاساس والابرز لانه هما لي زاكتور هما اللي تيدخلوا الملعب وكيعملوا النتيجه يعني عنصر النجاح اللي تمثل في هذا التلاحم كيف شفتوا كيف قريتوا نتوما تلاحم اللاعبين ربما تعطيتي مثال ديال العمراني ولكن كاين هناك امثله كثيره كدل على ان اللاعبين التزموا معكم التزام اخلاقي ومهني واحترافي ايضا بانهم غادي يمشيوا باش يحرزوا اللقب يمكن من مقومات الفريق البطل أن يتوفر على لاعبين متمرسين مثل هشام العمراني مثل نقاش مثل يوسف رابح دكانيور أو عندهم تجربة نقول ديزادولت اللي حكماء
اللي شحال من مره انا كنت اتفاجا والله شاهد كنت اتفاجا بانه كيكونوا مشاكل بيناتهم مثلا كيشوفوا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك ديال شي لاعب ولا سميتو كيسدوا عليهم المستودع وما كتوصلناش حنا كمكتب مسير هذاك المشكل ما كيوصلناش كيفدوه بيناتهم وكيقول لك حنا عازمين هاد السنه باش نتوج باللقب 18 ديال فريق الوداد اذا ما نبغوش شي واحد فينا اللي غيخرج عن العربه ويخسر لنا حنا الهدف اللي مشروع النهار اللي كنا تعادلنا اربعه الماتشات وثارت الثوره على طوشاق وجاو الرسائل خصكم تبدلوا المدرب وكذا عاود النقاش غادي نقولها النقاش دخل سد عليهم المستودع الملابس وقال لهم اسيدي انا كنجي للخدمه انا بالنسبه لي هذه خدمه ضيعتوا عليا انا ملي كنجي للخدمه صافي دير كوا راه كنجي للخدمه باش نتخلص منها بغض النظر على انه ودادي وبغض النظر وانا احترمه في هذه القضيه باننا خصنا نربحوا راه الا ما ربحتش ما نتخلصش الا ما تخلصش ما غنجتهدش مره اخرى الا ما سميتو ما يترتبوا عنها مسائل اللي يعيلوا اسره ويعيلوا كذا ملي كيكون عندك هذا ليسبري في الفرقه فاعلم بانك إلا ما ديتيش البطولة وإلا ما نفسيش على الألقاب على الأقل ستنافس إلى آخر رمق والوداد كتحمد الله وكتشكره وبنيابة عن المكتب المسير كنشكر جميع اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها طيلة الموسم واللي في الأخير تحسب للاعبين لأنهم في الواقع فؤاد لاعبين اللي كيكونوا بهذا المستوى الذهني والفكري كيعفيو المكتب المسير من الدخول في متاهات وحل واحد المشاكل اللي تناول كثير من الانديه كثير من الانديه كتعقد اجتماعات وكتمضي ايام في حل المشاكل اللي ديال المستودع الملابس. نجاح الوداد ايضا كنظن انا شخصيا كنظن انه في غياب لاعب نجم يعني ما كانش هناك لاعب ربما افضل من الاخر كانوا لاعبين اللي عندهم تجربه بحال يعني كما ذكرتي العمراني رابح والنقاش اللي جاء اول موسم وراكم تجربه كبيره وايضا السعيدي ولاعبين شباب طموحين فما كانش هناك لاعب النجم اللي يقدر ربما كيرغب انه كيتفوق على اللي كيساهم في هذه القضيه هذه اظن ذلك هو المدرب هو المدرب نعم والنجم تيدوب هو المدرب اللي حسس اللاعب بانه نجم راه كيعيشوا الا كان اللاعب عاوتاني على مستوى متواضع من الناس المدرب المدرب تيحول المجموعه هي تكون نجم المجموعه شفنا في بدايه الموسم يعني كان لاعب هجوج رضا كيفاش يعني دخل في المباريات الاولى سجل اهداف وكان هو معشوق الجماهير لكنه في يعني توشاكر في بعض المباريات كيجلسوا على كرسي على كرسي ملتزم غتولي معشوق ما كاينش شي لاعب في الوداد هذا العام ما جلسش على دكه الاحتياط ما كاينش شي لاعب اظن ذلك كل شي اللاعبين ضاقوا من هذاك الجلوس سي طلال ربما كنتو جلال الفريق الوداد البيضاوي كان بدا يعني الاستعداد ديالو الموسم الماضي يعني ومدينه طنجه وكانت فال خير على عليكم وعلى فريق اتحاد طنجه انتم فزتوا ببطوله القسم الاول اتحاد طنجه فاز ببطوله القسم الثاني وثم مشيتوا للبرتغال يعني بديتوا كتحدثوا على مرحله اعداد موسم القادم يعني هل هناك توجه ام ربما تنتظروا تدوز الاحتفالات و قتلوا الحواله عاد غادي تشوفوا واش غاديروا يدفعوا ديجا مسطر البرنامج ديال الاستعدادات الصيفيه ديجا مسطر ملي كنتكلموا على طوشاك راه كنقولوا كل شيء طوشاك دابا كيوجد تقارير مباراه بمباراه يوجد يعد تقارير ويضعها هنا اشاره المدير الاداري اللي هو السيد ادريس مربح توا بدوره كيوصلها للمكتب المسير الان مباشره بعد مباراه الحسنيه اللي توج فيها جاء تقرير لدي بروبوزيسيون اقتراحات فين غيكون استعدادات فين غادي ممكن حنا بما ان قلتي العتبه حنا كنامنوا بالعتبه ديال فال الخير ديال طنجه ممكن نعاودوا نفس المسار نجيو لطنجه ونمشيو للبرتغال ونجيو البطوله 19 بدر الدين وكنعتقد على انه الامور توضع في السكه الصحيحه لانه تيقول لك هذاك الفريق خرج بطل اذا خرج من الخيمه ديال الاستعداد بطريقه سويه وكنعتقد على ان الوداد استطاع في ظرف قياسي انه يتغلب على الكثير من المشاكل اللي تكلمنا عليها لانه هذا المكتب جاء في اطار واحد الحاله من الاحتقان كان تيمر بها الوداد كان اولا من الضروري اشاعه واحد الحاله ديال التهدئه ديال الهدنه واعتقد هذيك حاله الهدنه كانت وجاءت كل الاطراف لتتحالف من اجل بناء المشروع اليوم
ما غنعتقدش على انه النجاح هو نجاح ديال سعيد الناصري لوحده. لا لا، هو نجاح لفريق عمل. كنعتقد لما نؤمن بانه العمل يجب ان يكون له فريق وان تكون له توابيت وان تكون له ايضا فلسفه واهداف، اعتقد كينتهي الى ما انتهى اليه من نجاحات. ولكن كنعتقد الارث اليوم كيفاش غنبنيو على اللقب البطوله؟ الوداد هذا اللقب هذا راه هو رقم 18. ربيع معنا راه 17 الجيل سبقكم وفاز بالالقاب. السؤال اللي كيتوضع، كيفاش يمكن تحولوا هذا الفوز باللقب الثامن عشر الى ارث يتطابق مع تاريخ ومرجعيه فريق الوداد البيضاوي؟ هذا هو السؤال اليوم اللي موضوع واللي كيشغل الوداديين، وكل واحد كيعبر عليه بطريقته، من يتكلم على عصبه الابطال، ومن يتكلم على اللقب رقم 19، ومن يتكلم على كاس العرش، ومن يتكلم على فريق خصو دائما يبقى في الرياده وما يعاودش يعيش مراحل الفراغ اللي عاشها. هنا فين كتولي المسؤوليه مسؤوليه ثقيله. يمكن ان يكون المكتب المسير قد نجح في مرحله، ولكن بناء المراحل القادمه غيكون شيء صعب وصعب جدا. هي الصعوبه عنوان ديال التاريخ الحافل ديال فريق الوداد. ما عمر فريق الوداد دا شي لقب سهل. الوداد تعود على، احنا تكلمنا على خمسه البطولات اللي قبل ديال الابانه فتره الحمايه، راه كانوا كيف ما قلت واسمي على التكرار بالمسدسات فوق رؤوسهم وما كيلعبوا. دونك حنا فريق الوداد كنستمد قوتنا من تاريخنا. التاريخ ديالنا كيقول لنا بان فريق الوداد خصو يركب الصعاب وخصو يطلع للجبال. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش ابل الضاربين الحفر. وحنا ما باغينش الحفر، وحنا بركه عندنا من الحفر. وانا كنقولها دائما، لان داك الشيء اللي عشنا خمس سنوات سابقه، حنا كنا جمهور، دابا كنتكلم كمسؤول، عشنا مشاكل كثيره وبغينا نطويو صفحه، بغينا ومشينا في هذه السياسه هذه، طوينا صفحه الماضي. الان كلنا طموح وطموح مشروع بأن نعلي راية الوداد ونفرح الوداديين بألقاب إضافية بإذن الله. سي طلال، كآخر سؤال وفي دقيقة، تكلم بدر الدين على إرث. أنا سؤالي غيكون حول مركز التكوين ديال فريق الوداد اللي حنا الآن كنصفقوا وكنقولوا أن فريق الوداد اليوم لعب أربعة خمسة اللاعبين اللي مازال من أبناء المدرسة، ولكن هناك مشروع لإقامة مركز تكوين ليكون في قيمة تطلعات وفي قيمة اسم الوداد البيضاوي. مركز التكوين هو جاهز الآن. المسائل اللوجستيكية كلها موجودة. في الأشهر القليلة المقبلة سيبدأ العمل به، وهناك مشاريع أخرى لاستقطاب أطر وطنية. وكتعرفوا بأن الوداد مؤخرا وقع عقد مع مدير تقني جديد فرنسي اللي غيعطي الاضافه سولير، اللي غيعطي الاضافه لمدرسه الوداد والتكوين الوداديين، اللي يمكن لهم واحد النهار يعطيونا مجموعه من الهجاهيج على مستوى هجوج، على جمع هجوج، اللي غيقدروا يوصلوا لنا. جلال، هاد المدرسه ديال الوداد كتكون حتى الناطقين رسميين على ما يبدو. وبصدد ايضا بناء مجموعه من الشراكات مع نوادي، هو ايضا بصدد بناء مجموعه من الشراكات مع نوادي عربيه واوروبيه اللي غادي تساعدوا في اداره مركز التكوين في المستقبل. وي، وتحيه للناطق الرسمي ديالنا سي انور الزين، يعني انا اشكل رئيس لجنه الاعلام وزميلي وصديقي واستاذي انا بكى عني وسيدي سي الزين سي الزين ياك الزين سي الزين هو مريض بالمناسبه ونتمنى له الشفاء. شكرا جزيلا لك سي بدر الدين، حللت مكانه بطريقه جيده، واعتقد ان وقت البرنامج انتهى. شكرا جزيلا سي بدر الدين، شكرا سي فؤاد، شكرا جزيلا لك محمد طلال، اذا عضو المكتب المسير ورئيس لجنه الاعلام في فريق الوداد، ومره اخرى هنيئا هنيئا لفريق الوداد بهذا اللقب 18 ديالو. نلتقي احنا يوم الاحد القادم في عدد جديد من برنامجكم برنامج الماتش. الى اللقاء. شكرا جزيلا كذلك للزملاء التقنيين، المخرج هذه الحصه الزميل دريس تباع، ولبسام النجار لاعد فقرات برنامجكم اليوم برنامج الماتش. الى اللقاء يوم الاحد القادم.